هو الالعاب اللي دايما يعني احنا بس هنا اللي بنتكلم عليها، واحنا هنا بس اللي عندنا مع كابتن خالد العوضي بنحب نبرز اللعبات الاخرى زي كره السله وكره اليد وايضا هنتكلم عن كره الطايره. كره الطايره ليها دور مهم جدا جدا في النادي الاهلي في الفترات الاخيره. عن يعني هنروح واحنا بنتكلم على الكره الطايره مع واحد من نجوم النادي الاهلي هو الكابتن حمدي الصافي، علشان نتكلم معاه عن عام 2019 وعام 2020. يا كابتن حمدي برحب بحضرتك. ازيك يا كابتن عمر؟ ازي حضرتك؟ منور يا كابتن. الله يخليك، كل سنه وانت طيب، وكل سنه والاهلاويه والنادي الاهلي وجماهير الاهلي بخير يا رب. ربنا يخلي حضرتك، اسطوره كبيره جدا يعني موجوده معانا على الهاتف. والبدايه عايز اعرف من حضرتك تقول ايه لجمهور النادي الاهلي في بدايه توديع عام واستقبال عام جديد. طبعا جمهور الاهلي ده السند بتاعنا وهو العامل الاساسي في تحقيق كل بطولات النادي الاهلي في جميع الالعاب. طبعا احنا بنشكره على وقفته معانا في 2019 بالنسبه للكره الطايره السيدات وتحقيق الثلاثيه الموسم اللي فات، وبنوعده ان شاء الله باذن الله السنه دي ان احنا نحاول نحقق نفس الانجاز بوقفته معانا ودعمه لينا على طول، وجوده معانا في كل المباريات. طيب ابرز المحطات اللي حضرتك وقفت قدامها في سنه 2019 وتتمنى ان حضرتك تطورها او تشتغل عليها علشان تكررها في عام 2020 يا كابتن؟ والله احنا في 2019 كان عندنا تحديات كبيره، كان في بعض الاصابات في الفريق، وابتدينا نشتغل على الفريق وطلعنا مجموعه من الناشئات عشان نكسبهم خبره، والحمد لله السنه دي ظهر في ماتشات الدوري في الموسم دوت كان ليهم دور طبعا مع عناصر الخبره. طبعا احنا شغالين الفتره ديت على الاستعداد للبطوله الافريقيه، عايزين نحافظ على اللقب بتاعنا ويبقى نقدر نحقق البطوله ال 11 ان شاء الله للنادي الاهلي، وربنا يسهل يعني نقدر نوصل حتى بطوله العالم للانديه، يبقى لنا نصيب ان شاء الله باذن الله لو كسبنا البطوله ان احنا نشارك فيها باذن الله. هل الكابتن حمدي محظوظ ان في لعيبه نجوم قادرين ان هم يساعدوه في تطبيق فكره الفني داخل الملعب، ولا اللعيبه اللي محظوظه بوجود نجم كبير زي كابتن حمدي عارفين يستفيدوا منه وعارفين يطبقوا الافكار الفنيه اللي دايما بيقولها لهم واللي دايما بينفذوها ومن خلالها حققوا دوري وكاس وبطوله افريقيا ووصافه البطوله العربيه؟ والله بص، منظومه النادي الاهلي في كل الالعاب معروفه، اداره قويه جدا واقفه ورانا وبتساعدنا وبتحقق كل الطلبات اللي احنا بنطلبها، وكل الدعم بنلاقيه الحمد لله يعني موجود طول الموسم معانا. وجود لعيبه طبعا وعناصر خبره وناشئات على مستوى عالي جدا، وجود جماهير قويه وموجوده ورانا في كل حته زي النادي الاهلي، منظومه نجاح طبعا بتساعد اي مدير فني انه يحقق فكره. الحمد لله ربنا كرمنا بالثلاث عناصر دول مع الفكر اللي موجود وبنحاول نطبقه دايما وبنجدد دايما، عشان انت عارف حضرتك طبعا ان انت واخد بطوله افريقيا في اخر خمس مواسم اربع مرات، دي حاجه مش سهله طبعا عشان تحقق البطوله الخامسه في ليك، فده بيبقى مطلوب دعم كبير جدا سواء من النادي ومن لعيبه، تركيز من لعيبه، تركيز من الجهاز الفني. فطبعا احنا شغالين الفتره دي على الكلام ده كله، ان احنا نحفز اللعيبه ونقول لهم ان الموضوع مش سهل، لان طبعا كل الانديه شغاله ومحدش هيسيبك تكسب خمس بطوله في اخر خمس سنين بسهوله، لازم هيبقى في منافسه قويه جدا وكل الناس شغاله، بس الحمد لله احنا شغالين كويس جدا وبنستعد للبطوله على اكمل وجه باذن الله. كابتن حمدي بتمنى لك التوفيق والنجاح يا رب والخير والسعاده في نهايه عام وبدايه عام، وان شاء الله دايما يا كابتن نتكلم ونشوف حضرتك هنا في القناه ونبارك لك دايما على البطولات وعلى الانجازات اللي حضرتك بتحققها واللي هتفضل تحققها ان شاء الله مع فريق كرة الطايرة. كابتن حمدي في النهاية بشكرك شكرا جزيلا واتمنى لك التوفيق، ومعلش بقى يعني طولنا عليك وهنسيبك يعني تحتفل مع الأسرة الكريمة بنهاية العام واستقبال العام. كابتن حمدي الصافي واحد من نجوم النادي الأهلي والمدير الفني لفريق كرة الطايرة سيدات، بشكرك كابتن شكرا جزيلا.